احنا نتميز بالقصات الايطاليه. يعني ما بيقول انه لازم الزبون جسمه يكون حلو مرتب، لان عندنا من سايز السمول اكس سمول لي 4 اكس، وعندنا السبورت وير لاين اللي هو الترينجات، عندنا القصات العاديه اللي اي احد سواء كان جسمه متروس شويه او سليم يلقى جميع سايزات والقصات هني. وكل قطعة عندي تكون مرسومة على جسم الشخص اللي يلبسها لما يكون جسمه مرتب. هذه ميزة البراند صراحة.